وشوفي بالنظر الكبيد عروسة بلاد. ادعي بالستر ادعي بالستر ادعي بالستر نخرج غير باش نقضي لها. يا قلت لك لمحيلة على الموضوع باش تهضر مع باباك ونجيب ما. هذه الكل غلطة نتاعك انتي. قلت لك ما تحبسيش القراية. ها حبستي القراية لقيتي روحك في الدار. انا الطفل هذا راني حير كيفاش ندير معاه. راه يقول لي راسي نحوزهم من الدار وخلاص. لو كان ما جيتش حاشم كلام الناس. اسمع نقول لك كلمة، خلي لي الطفل هذا تركيلة. ما تزيدش عليه همك انت. هو بعد لا زهر لا عقوبة وانا عقابه. مادام قررت بها نخطبك نخطبك. يا لو كان نرجع خماس. علاه ما ديريش كيما البنات الكل؟ تعلمي كاش حرفة كاش صنعة تصيبها العقوبة. ها كاين الطرز كاين الحفافة كاين الخياطة. ندير الخياطة باش الفاميلة كامل يجيو يخيطوا عندي باطل ويديروا لي كيما داروا البنت خالتي. لا يا مانا ما تساعدنيش. مري مريضة بزاف على حساب الطبيب راح تحكم البلاصة. ربي يجيب لها الشفاء. سمعت ما تحكي عليها. لازم نتزوج مادامها قادرة تتحرك. ما نحبش نزيد نشوفك واقفة مع ذاك الشخص، فهمتي؟ لا عجوز برك سمعت بها شوية مريضة، مخي لاباس، ماهيش مضرورة بزاف. واش نقول لك يا عمر أخويا؟ رايحة ويزيد عليها الحال. سمعت ولات ما تقدرش تنقذ حتى دارها. ديو هذا الإنسان حبيبي وراه ناوي يخطبها. ولد فاميليا. كاع رانا ولاد فاميليا. وقول لها هذا حبيبك لو كان يزيد يحط عيني من هذيك الجهة راه يخلصها غالي. يا وتحزن علي يا ما غير زينب بنت باية اللي ما تدخلش داري. الشيخ واش قلت في موضوعنا؟ واش بالموضوع ابني؟ واش الشيخ نسيت؟ واش تقصد؟ واش نقصد؟ زينب بنت عمي عمر هدرت مع باباها. نسيت. اسمع ابني قلت انا بالك تغير رايك في هذا الموضوع. اواه انا غير رايي اللي ما نبدلوش. الشيخ طفلة راني باغيها من بكري. عيا سهل لنا الامور. اي وانت شفت مع امك؟ ما راك تعرفها. هي في الحق ما رايش رافضة البنت. بصح ما تتفاهمش مع امها. ودروك انا الى امها وما ما تفاهموش. انا واش دخلني؟ اسمع اسمع وليدي. شوف باش نقول لك الصح. احنا كي نجيبوا المرأة هذه رايحة تعيش معنا هنا. وانت الى بقيت في هاد السيرة تاعك قول لها انا تفاسدت مع عمر. هذا واش حبيت انت؟ كل يوم تداينها مرايا على طبيعي. تقول راني نقاطع للناس ولا نضرب لمواس. استنى وراك رايح. انا مانيش واقف في وجهك. هذه حياتك وانت حر فيها. سمعت؟ اما من جهتي انا دير واش تحب. دبر راسك عم بحرك. هذه هي. سبحان الله. وما تقولي شوف مع باباك وبابا يقولي شوف مع امك. واش باغي تهبلوني؟ غدوه امك تروح تهدر مع امها. لا انت تهضر مع باباها. راكم صحبه قديمه. حاول تقنعه ومن بعد سهل الحال. روح وليدي روح. اللي فيها الخير يجيبها ربي. استغفر الله.
سبحان الله. بيع 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 كان عملها غير وش كاين؟ كاين بعض من الناس كنا نلقى ما نشوفهمش، ما يعرفوش يهضروا. هدم اعصابك يا رجل، اهدر وش كاين؟ غير خير. وش نقول لك؟ جاو خطبوني في بنتك. يا سعدي يا فرحي، بنتي كبرت زينب العزيزة وجاو يخطبوها. كنت عارفي شكون يخطبها؟ ما يبقى لك لا سعد ولا فرح ولا حاجة أخرى. أنا نقولها لك. شكون؟ الراجل يبقى ديما راجل مهما كان حال. هادي في عقليتك. نقول لك شكون؟ شكون؟ سليمان. سليمان ولد الجغر. هو بالذات. لا توصلها. إلى سليمان ولد الجوهر يجي يخطبني في بنتي العزيزة الغالية زينب، محال. يا أخي على بالك جني وجنها ما يتلقاوش. كي نتلقاها في الدرج يا عمر ندور راسي، تجي تخطبني في بنتي. شفتي كيفاش؟ وأنا شي اللي ما فهمتوش، أنا وباباه ما كان حتى مشكل، راهو حبيبي ونتفاهموا مليح، وهذه عشرة طويلة وكبيرة، ما كان حتى مشكل ما بيناتنا. وش هو الشيء اللي غاضني؟ كي تلاقيتو هذوك الايام قعدت يشكي لي من بنو، راهو كاره منو، كاره منو. عرفتي واش كان كاره منو؟ ما يحبش يشوفو، واللي يحب انا نمد له بنتي. وش بيه؟ قولي لي برك وش بيه؟ وانت بجاه ربي وش قلت لهم؟ وش قلت له؟ ما قدرتش نقول له لا. قلت له ندخل الدار نشوف الزوجه، نشاور الطفله ونشوفها غدوه. نعطيك خبر غدوه وخلاص. وقلت غدوه كي نروح نشوفو نقول له رفضت. هذا ما كان. بصح كاينه حاجه اخرى، حاجه اللي راهي غايتتني. كي تلاقيتو هذوك الايام وجه حضر لي، والله ما تدخل في راسك، قال لي لازمني نزوج بني، نجيب له مراه باش تخدم مع العجوز. فاهمه ولا ما كاينش فاهمه؟ هدن روحك هدن روحك، ما تمرش روحك يا مر. انا نمد بنتي زينب العزيزه عليا وعليك من معينينها، نمدوها تخدم العجوز فوق. نساوي المشكل هذا، اصبر شاطر عليه خلاص. نساوي انا نشوي عيان وحيدت شوي. لي من هذه الخطابه؟ واش من خطابه؟ انا حابه نعرف شكون. اسمعي انتي انتهاي بقرايتك برك. قولي لي على بها حبستي قرايه تاعك بكري باش يجوا يخطبوك بكري، ما قولي لي شكون. سليمان ذاك المهبول. بابا واش قال؟ واش قال؟ قال لا بلا ما يسقسيني. لا يسقسيك، معناتها كي يسقسيك راح تقولي ايه. سليمان واش يخصو؟ كنتو تقولوا فنيان دوك راه خدام. اسمعي انتيا واش قصدك؟ واشنو هو قصدك؟ قصدي انا اللي نقرر نقبل هنا نرفض. هادشي اللي كنت نخمم فيه صح؟ راكي تبكي عليه؟ أنا واش يخص سليمان؟ واش بكم كامل ضده؟ واش بيه؟ صوتي كنت سمعك ما كيفاه يجاوبوه بلا ما يسقسيوني؟ ولو كان سقساوك كنت راح تقبلي؟ كان يسمع لي كذب. زينب انا العليا درتوها خلاص. والله ما سمعت سليمان حتى رجعوا الخبر لباباك. بابا تنوى بزاف، بعد ما قنعتو انا يرفضوا باباك. واش راح ندير انا؟ عاود خطبني وانا نحاول نقنع بابا. واه ما نقدرش نتكلم مع بابا انا. سما خلاص فرط فيا. ما فرطش فيك زينب، الحل اللي بقى
نقنع ما ونبعثها والباقي عليك. اه مكلالة على بالي ما تفهمش يا امه. هذا هو الحل اللي بقى. خلاص ابعثها وانا ندبر الراس. واش بيك قاعد الدور كي نحل العمياء؟ راني قلت لك تخط بلي زينب ولا نخرج من الدار. يا ابني انت دوك واش عجبك هذه زينب هذه؟ انا نجيب لك واحده ما خير منها هاي. يما واش بيها زينب؟ ياك طفله صغيره شابه عاقله وشاطره. يا ابني شابه وزينه نعطيك الحق، شاطره ما شفتهاش، عاقله ما نضمنش، وين نعرفها انا. يما يما البنات كلهم يتغيروا بعد الزواج، وزيد زينب ماهيش قبيحه لهذه الدرجه. ضحكتني. ها تقدر عليها انت؟ انت تقدر عليها، انت مواليها ما قدرش عليها، لا تقدر لها انت. يا ذيك راهي بايه واش ربات واش جابت. راني نقول لك ونعاود لك، يا تخطبي لي زينب يا والله ما زدتي تشوفي وجهي. انت واقيلا ماكش راح تغير رايك. وعلى محمد خويا خليتيه يجيب اللي يحب، ها هو خير مني. محمد خوك يجيب اللي يحب، يا وحب من يعطيه حبه، يا والنتيجه من نهار خرج ودار دارو كاش نهار جا سقص عليا ولا قال نروح نشوف ما والله اي وحدها ومريضه والله والو. هما على خاطر يسكن بعيد، وزيد انتي انتي تالي ماشي سهله، ياك قعد معنا عام شفتي وصله. ما لا يحب يقول انا هي القبيحه وانا اللي خرجته من الدار. يعطيك الصحه سليمان. حبيت نقول خطبي لي زينب. واش راح ندير؟ تحتمت عليا انا نروح نخطبها لك وليدي. بصح شوف وراس عمري يوكش ما دير لي هذيك بايه غير نطلع بانا بالباطا تاع القاطو، ما نكذبش عليك. ما بيصرا والو، المهم قبل ما تروحي اعلميهم. وعلاه ما تقولش انت لزينب وهي تخبر والديها؟ خليها عليا. واش واش اما كلالك عقلك حتخطبيها؟ يا بناتي ذوك ولدي واش ندير؟ اه انا نقول لكم الصح الصح، مانيش حابه نضيع ابني خلاص. تضيعيه وهو عازب يعيا ويولي لك، بصح لو كان يجي بين يدين زينب عمرك ولا تزيدي تشوفيه. انتم ذوك داعي دبدبوني والله، نسمعكم ولا نسمع له هو؟ اخطيوني. شوفي ما راني كملت ستاج، راني قريبه نبدا نخدم، الدير في بالها ما رايحاش نقعد معها في الدار. وانا اللي قاعده في الدار واش نقول؟ يما لا تاني نحوس على ستاج ونطيش شماد هذيك الخياطه ونولي نخدم. تعذروا عليها وتالي نتوما ساهلين. يا وانا نيمكم ما قدرتش عليكم. هيا ذهبوا عليا وجهكم، اخرجوا عليا. ما انا نقول لك واش تشرط عليها. اسمعوا انتم ما نحبكمش تتدبروا عليا، انا اذا قبلت شروطي راهي مليحه. هيا دوك اخرجوا عليا، اخرجوا. زينب هيا بنتي هيا شويه برك. بشرى على بابا والله راني شبعانه. الشكفه دايره. اسمعي دوك تاكلي وتضحكي. خلاص خلاص نزعف. خلاص زيدي شويه يا كل خلاص 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 صحت بزاف. شوفي دوك تخلصي الصحن تاعك وانت تضحكي. شتي كيف درنا اللي ما تاكليش؟ خلاص واش بيك هكذا؟ كلي بنتي كلي. انتوما زينب وين هي اللي هي ما تشوفهاش الدور؟ خلاص ماهيش مريضه؟ لا لا ماهيش مريضه، من نهار جا خطبها سليمان وهي حالها مغير، ما تهضر مع حتى واحد، ومعايا انا غيقول مع ديتني. او كش ما كاين مشكل؟ غاض هالحال كي جاوبنا سليمان وما شاورناهاش. صار على هادي تكون هي اللي حبت باش تروح تقول له لا لا ولا ولا
هو كوجا انسان واحد اخر. انا عمري ما ندخل ونخليها هي اللي ترفض ولا تقبل. خلي بالكم انا راني معاهد نفسي بلي بناتي كي يكبروا يحبوا يتزوجوا ما نقول نعم ما نرفض بلا ما شاور. ما خلي بالكم انا بصح خلينا واحد كيما سليمان الرد كان باين ولا نسقسيها الهديد ما حبيش نسقسيها. زينب زينب هيا بنتي روحي تعشى يا روحي هيا بنتي هيا هيا روحي تعشى. خليها خليها ترتاح حتى انا مانيش حابه نهضر معاها. طلعي في قرايتك وخليني. ما تقولي ليش كامل هذا الشيء راه صار على جال سليمان. وعلاش لا؟ انت لو كنت تقدم لك راجل اللي عندك قداه وانت تسمعي فيه واش يكون ردك؟ ها معناتها كاين حاجه بيناتكم. ما يهمش المهم جا وخطبني. وعلاقتكم هذه عندها مده أكثر من 3 سنين. تقدري تقولي ملي كنا صغار؟ 3 سنين واحد ما فاق. قلت لك ما يهمش المهم جا وخطبني. هادي قداونا نستنى في النهار هذا وكي يتقدم بابا يرفضوا بلا ما يسقسيوني. ألا حرام عليهم ألا. ما تقولي ليش الشي اللي سمعته هذاك هو الصح. الشي اللي سمعتي هذاك هو الصح بالصح يا بنتي. هذا سليمان كبر في عينيك النهار اللي جا خطبك ولا من بكري؟ مهم خطبني وانا راني قابله به. اه يا بنتي يا لو كان يسمع باباك وش حنقول له؟ هذا حقي حقي نخير الراجل اللي راح نتزوج به. ما كنتش نظن بلي يجي نهار وتحتموا عليا رايكم في الزواج. لا لا يا بنتي شوفي لا انا لا باباك نرفضوا نزوجوك بواحد انتي رفضاته ولا نرفضوا واحد انتي حباته. انتي اللي مربيه في العز والدلال راح تقدري تعيشي مع واحد كيما سليمان؟ سليمان واش يخصه؟ ما يخصه والو بصح تستاهلي خير منه يا بنتي. يخدم الشهر ويريح شهرين هاي لالا هاكم تزوجتوا ورايحين تعيشوا عند امو تقدري لها. انتي ثاني ماشي سهله ولسانك ماهوش ليك. يحب يقول كي تلاقاي انتي وياها كل يوم راح نديروا لنا ديوان. مانيش خايفه عليك يا بنتي ومانيش خايفه من الراجل اللي خيرتيه. خايفه من عائلته. انا ما تهمنيش عائلته يهمني هو. يا خير خدام ما شكيتوش يحب سما. ما على بالكش علاش امو حابه تزوجو؟ على خاطر حكم الشوكه وخواتاتو يخدموا. حب يقول حابه تديك خديمه. ثيقي يا نيه ثيقي. كيها سبه بركمه باش تقبل امو وتقدري تعيشي في وسط عائله كبيره؟ علاه ما نقدرش؟ يا اخي كنتي ديما تحكي لنا بلي عشتي في عائله كبيره وكنتي ديما تتعبي مع الشغل. يا بنتي يا بنتي حنا شي اخر كيما حملتي انتي حتى نفرج عليك ربي نقدر نحمل حتى انا. والله يا بنتي ماني عارفه واش راح نقول لك. نخليك وحدك.
مالك ترجع لعقلك؟ لا يسلمك بنتي. من راه يمك؟ راهي بالسلامة. شوفي هذا يا اختي، انا اليوم جيتك مرسول، بعثتني جوهر، قالتك نهار الخميس ان شاء الله راه جايه قازتك في بنتك زينب. لا راهي جايه، على بالها لي بنتي ما نعنيش راح نمدها لها. حتى هي ماهيش فرحانه بات الخطبه، غير ولدها اللي ضغط عليها. كيما هيش فرحانه لا راهي جايه. تحبي ندبر عليك وما تزعفيش؟ قولي قولي يا مريم، راني محتاجه شكون يدبر عليا. شوفي يا بي اختي، رانا جيران ومن زمان، وزينب راهي بنتنا، تاخدي رايي غير مديها لسليمان. معناتها الا ما اداهاش سليمان الطفله راح تبور. ماشي قصدي، بس على حسب ما حكى لي ولدي، الناس كامل عارفه باللي زينب راهي مع سليمان. وما سخصيتيش نفسك، الطفله في عمر زينب وواحد ما جا خطبها. على خاطر بنتي مازالت صغيره هذا ما كان. كيفاش هذا مازالت صغيره؟ هي ترضع في صباحها، راه فاتها وقت الزواج. هذا الشيء كامل صاير وانا الاخبر راقده على ودنيه. ما صراح حتى مكروه، ما عليكم غير تسهلوا عليهم وربي يسهل كل شيء. بصح يا مريم يا اختي، تعرفي الجهر وعوايدها، بنتي محال تقدر لها. بوه حسبتي جوهر غولة؟ وانتي انتي راح تمدي بنتك الجوهر؟ يا خي الولاد حابين بعضاهم، هاي الصبر كما صبرنا احنا حتى ربي يفرج. كي نتفاهم مع باباها رد عليها في التليفون. ما يكون غير خاطرك، ولي فيها الخير ربي يجيبها. هيا بقاي على خير. بسلامة مريم. زينب زينب. نعم ماما. حكمي عقلك يا بنتي وخدمي على مستقبلك. لو كان ننساو هذا الموضوع ماشي خير؟ ما راني قلت لك ونحلف لك مستحيل نقبل بواحد اخر من غير سليمان. وعلاش ما قلتيليش من الاول؟ كنت على الاقل نقنع باباك. كنت ناويه نقول لك، بصح كنا مازال ما تفهمناش على موعد الزواج. وتقولي هالي في وجهي بلا حيا لا دين لا حشمه. عندك الحق، ذم ذنبي انايا، انا الجايحه اللي خليتك ديري واش تحبي. عندك الحق يا مريم، عندك الحق. من الاول قلتي لي الطفله كبرت على القضيان. عمر، الناس هادو ما راهم زادوا بعد. واش تقول؟ الرفض لازم يجي من عند زينب. روحي اهضري معها. هضرت معها وعلى حسابها راني. ما تقوليش بلي راهي موافقه. انا ما نقول والو، راهي قدامك، عيط لها وهضر معها. زينب زينب. نعم بابا. راكي سمعتي واش تقول امك؟ نعم بابا سمعت كل شيء. يا هضري واش بيك ساكته؟ واش حبيتي نقول لك يا بابا؟ قولي لي واش حبيتي؟ ما تقوليليش برك باللي راكي راضيه به.
يعني الطفلة موافقة عليه؟ يا ودي غير ما تكسرش راسك، راهي ماشي غير موافقة، فوق الموافقة لفوق. إذا كانت موافقة بهذا الرجل ما نقدرش نوقف في وجهها، معال من ناحية الشرع والقانون عندها الحق تخير الرجل اللي حبت زوجها. بصح أنا نوافق على سليمان، إنسان اللي ما قدرش يكون مسؤول على نفسه كيف تحبيه يكون مسؤول على عائلة كاملة؟ خيب ظني بزاف الطفلة هذه، ما بقى لي غير نوافق وخلاص. يعني راك راضي؟ لا مانيش راضي، بصح شي محتم عليا. واش تحبيني ندير؟ راكي شتي الطفلة كيف رجعت؟ بصح شي اللي غايدني وشي اللي حارق لي قلبي هي الطفلة راح تروح عندهم خدمة في الدار. أنا عييت من الهضرة معاه، روح فهمها أنت. هذا شغلك أنت؟ روح أهضر معاها أنت، راهي تخاف منك وتسمع لك. أنا مانيش حاب نهضر معاها على خاطر تخاف مني، حاب تقنع. روح أنت، أنا عييت من الهضرة معاها. كنت تبكي على يا بنتي؟ على هزيل بنتي أنا بركي بلا بكا، على بالك من بكري وأنا خايف من الوقت هذا، من الوقت وين بنتي تروح عليا وتخليني وحدي وتروح تسوج، وفرحان من الوقت هذا تاني، فرحان خاطر ما على بالي راح تزوجي وتزوجي بالراجل اللي راكي راضية به بنتي. ما تبكيش ما تبكيش بنتي، نقول لك حاجة، كي زدتي انتي وقتك الناس الكل يحكي لك، الجيران ناس الحومة في الخدمة يسمعهم بكل يهضروا ويقولوا مسكين سي عمر ما عطاش ربي الذكورة، عطاها غير البنات، بصح ما كانش على بالهم بلي انا كنت فرحان كنت فخور بكم، نمشي وراسي مرفوع في السماء، وكنت تاني نستحمد ربي قداش من مرة نقول الحمد لله يا ربي ما عطاليش ولد كيما سليمان ولد العاش، والحمد لله يا ربي. بصح يا بابا سليمان راح تبدل، هذا الكلام كان زمان، درك راه خدام لاباس عليه، وما نظنش كان يخلي خدمته. صح بكري كان يخدم ويبطل على خاطر ما يحبش الظل ويدافع على حقه، درك يا بابا راه لاباس عليه. هذا الكلام ما قلته لكش كي خطبك هذاك، وسيدي راكي على بالك واش نخمم عليه هذا زمان زمان زمان. ما تشفايش على الطفل الصغير هذاك اللي كان يسكن في بنا كيف رجع درك، ما تشفايش عليه في المدرسه كيف كان وكي كبر وزعما بدا يخدم واش من خدمه حكم، لين يروح يحكموا شهر والى شهرين يطردوه، الناس الكل تشكي منه في الحومه، كيفوت الناس بكل تدور راسها منه ما يخلي حتى واحد. وتظني بلي هذا هو الانسان اللي نعطيه بنتي انا؟ هذا الكلام ما يهمنيش خلاص، ما قالتلكش امك واش قال لي باباك تلاقيته؟ ما قالتلكش امك علاش حابين يزوجوه؟ هذا الكلام قاله لهم غير باش ما يوقفوش في وجهه. يظهر لي باللي راكي تعرفي واش تهضري، وراكي فاهمه الامر خير مني، وهضرتي بين ما عندها حتى معنى. بصح نقول لك حاجه بنتي، حطي في بالك باللي انا باباك ونعزك، وعمري ما نوقف لك في زواجك حاجه واحده برك، خمي مليح. راكي هنا؟ وين كنتي؟ قولي لي وين كنتي؟ من قبيل نحوس عليك، مالي بالك بوالو وصاير في الدار هذه والو. زيد نقول لك كانت عندها علاقة مع سليمان وانتي ما على بالك بوالو.